أهلا بكم مشاهدينا. البداية بالملف النووي الإيراني، حيث طالب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن لا تصبح أعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة في إيران ورقة مساومة، بينما تدرس القوى العالمية إجراء مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. حديث غروسي جاء تعقيبا على تلويح إيراني بمزيد من الإجراءات التصعيدية في الملف النووي. قلت إنه يجب الحفاظ على أعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ولا ينبغي أن تستخدم كورقة مساومة في المفاوضات بالوقت الذي تسعى القوى العالمية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. في تصريح خاص للتلفزيون العربي، دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها أولا قبل الخوض في قضايا أخرى. قال ستانو في مقابلة مع العربي إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالاتفاق النووي. أحطنا علما بالتصريح الإيراني بشأن المباحثات غير الرسمية، وبإمكاني القول بأن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق الاتفاق النووي والممثل بوريل بصفته المنسق للاتفاق ما يزال عازما على تسهيل التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، ويظل جاهزا من أجل إقناع جميع الأطراف في الاتفاق النووي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى الاتفاق حينما يحين الوقت. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال إنه يتعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى إذا كانت واشنطن تريد إجراء محادثات جدية مع إيران، كما يتعين عليها رفع العقوبات أولا. ما زال الموقف الإيراني متمسكا بمعادلة خطوة أمريكية عملية تتبعها خطوة إيرانية مماثلة، والواضح أنه لا ثقة لطهران بالجلوس إلى طاولة حوار نووي مباشر مع واشنطن ولو كان بشكل غير رسمي دون رفع للعقوبات. لم نلمس أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة. الإدارة الأمريكية الحالية ما تزال تواصل سياسة الضغوط القصوى التي كانت تتبعها إدارة ترامب. نأمل أن تتخذ الإدارة الأمريكية مسارا صحيحا للعودة إلى الاتفاق النووي، حينها سترد طهران الخطوة الإيجابية بمثيلها. رفض طهران المقترح الأوروبي لم تظهر معه أي مخاوف إيرانية من تصعيد مضاد غربي في ظل تواصل سياسة الضغوط الأمريكية القصوى كما يقال هنا. لا يملك الغرب أوراقا جديدة للضغط على طهران، فكل العقوبات التي كان بإمكانهم فرضها على طهران فرضت، لذلك ليس لإيران أي قلق. الطريق الوحيد أمامهم هو العودة عن العقوبات الأمريكية. الحال هذه صارت أشبه بعودة نووية إلى المربع الأول، فإيران استبقت مواقفها الدبلوماسية الرافضة للتفاوض مع واشنطن برفع سقف تصعيدها النووي عبر تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لا تريد طهران خلط أوراق المنطقة بحوارها النووي مع الغرب، لكنها تدرك أن الملفين متعانقان بعيون واشنطن، وأن أي تصعيد إقليمي أمني سيؤثر سلبا على الحراك الدبلوماسي الجاري لإعادة إحياء الاتفاق النووي. ياسر مسعود، العربي، طهران. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا نايف شوشاري، صحفي معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أهلا بك سيد نايف على شاشة العربي. لما يبدو أن هناك تغيرا في موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران من موقف متعاون إلى موقف متشدد في الخطاب واللهجة. ربما تكون الوكالة اليوم تقف عاجزة أمام الخروقات الإيرانية، فبعد أكثر من أو بعد نحو 11 تقريرا تم إصداره من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال 18 شهر، يعني تريد الوكالة أن تقول بأن على إيران إيقاف خروقاتها تجاه الاتفاق النووي، ويعني
ربما هنا يعني إذا تم منع المفتشي الوكالة من دخول المواقع المدرجة في اتفاق 2015 ربما قد يزيد من التعقيدات على المشهد. هذا يعني ما يعني سببه الزيارة الأخيرة التي قام بها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأبرم خلالها اتفاق مؤقت مع الجانب الإيراني. اليوم إيران تهدد بالخروج من هذا الاتفاق المؤقت في حال قدمت الدول الأعضاء في مجلس المحافظين بمشروع قرار، وهو ما تحقق اليوم، تهدد بالانسحاب من الاتفاق المؤقت. إذا ما تم فعلا تطبيق هذه التهديدات فهذا سيزيد من التعقيدات على المشهد وعلى الخيارات المطروحة للهادف للعودة إلى اتفاق 2015. طيب سيد نايف، ما الذي يمكن أن نقرأه في تصريح المدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما قال ودعا إلى عدم تحويل عمليات التفتيش إلى ورقة مساومة، ومن المقصود هنا تحديدا؟ يريد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقول لإيران بأنه لا يمكن يعني وضع قدم داخل الاتفاق وقدم أخرى خارجه. إيران تراهن أو تربط التجاذبات السياسية والمفاوضاتها مع الولايات المتحدة بالتزاماتها الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما تراه الوكالة بالأمر غير المقبول. وهذا يعني ما يعني فسره اليوم تقديم الدول الغربية الدول الأوروبية إلى جانب أمريكا لمشروع قرار. سيد نايف، في ظل هذه الضغوطات الأوروبية بتقديم قرار يدين يعني إيقاف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التحذيرات الإيرانية، كيف يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على استقلاليتها فيما يتعلق بالتعامل مع الملف النووي تحديدا؟ تؤكد الوكالة مرارا وتكرارا بأنها يعني تقوم بإعداد تقييم فني للوضع يعني مستجدات البرنامج النووي الإيراني، لكن يعني اليوم تقدمت الدول الغربية بمشروع قرار بخصوص إيران. هذا المشروع الذي يعني دعمته الدول الأوروبية رغم تهديدات إيران يعني يشير إلى أو يطالب إيران بزيادة أو يعني العمل بشكل كامل ببنود الاتفاق النووي، ويعرب عن القلق تجاه الخروقات التي تمارسها. لكن يعني إذا نظرنا إلى بنود هذا الاتفاق نرى أنه يخلو من العبارات شديدة اللهجة التي ربما كان الأوروبيون يستطيعون أيضا وضعها في هذا المشروع، لكن هذا يعني أن الأوروبيون يحاولون الإمساك بخيط المفاوضات وعدم وصلت الفكرة تأجيج الفكرة. يعني نعم، شكرا جزيلا لك، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت، نايف شوشاري صحفي معتمد لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شكرا جزيلا لك.